إذا مهمة كم اليوم راح تكون وقائية. Les pas bête, c'est très important. Maintenant, il y a une idée. Le virus, il vit sur les surfaces inertes jusqu'à 72 heures. نصرنا اليوم في الميدان كانت إيجابية، سواء كان في بلدية ودائرة تيزي وزو أو الدوائر الكل اللي قاموا بمهام ومجهودات جبارة أثمرت على إيقاف بعض الأشخاص المشبوهين لفحص حالتهم، كذلك حجز كميات من المشروبات الكحولية، كذلك أوامر بالقمع بعض الأشخاص المبحوث عنهم، كذلك المهلوسات كمية، بعض السيارات اللي تم إيقافها المحشر، الدراجات النارية المبحوث عنها أيضا تحت خدمة التحقيق.